حدثته بعد ظهري بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. نقلنا له تهانينا وتمنياتنا لدولته بالتوفيق في تأليف الحكومة. الحريري أمام سفراء دول الخليج، انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة فرصة لإعادة الحرارة إلى علاقات لبنان بأشقائه. ظريف في بيروت عصرا، وموفد للنظام السوري يهنئ عون في بعبدة. قوات البشمركة تقتحم بعشيقة من 4 محاور، وأمنستي تتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد العرب في كركوك. وفي النشرة تتابعونا في الاقتصاد. أوبك تؤكد على خطة خفض الإنتاج. وفي الرياضة، ميراي يحصد لقبه الثامن هذا الموسم ويتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في التنس. أهلا بكم. في الآتي من الأيام تنصب الجهود نحو إنجاز تأليف الحكومة بعدما انشغلت البلاد في الأسبوع المنصرم باستحقاقات الانتخاب والتكليف في ظل حركة خارجية تمثلت اليوم بزيارة موفد للنظام السوري إلى قصر بعبدة، على أياليه عصرا وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بيروت في زيارة تهنئة للرئيس ميشيل عون بانتخابه، تشمل أيضا عقد لقاءات مع كبار المسؤولين على مدى يومين. والاستحقاقات المنجزة كانت محور مواقف جديدة أطلقها اليوم الرئيس سعد الحريري خلال لقائه في بيروت في بيت الوسط سفراء دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أكد الرئيس سعد الحريري أن سحب الصيف التي عبرت في العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه دول الخليج قد ولت إلى غير رجعة، مؤكدا على أهمية الفرصة المتاحة من خلال انتخاب الرئيس ميشيل عون وتشكيل الحكومة العتيدة لإعادة الحرارة إلى هذه العلاقات. أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن تولي العماد ميشيل عون صدة رئاسة الجمهورية والحكومة العتيدة الجاري تشكيلها يمثلان فرصة لتجديد التأكيد على هوية لبنان العربية ولإعادة الزخم والحرارة لعلاقات لبنان بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي. موقف الرئيس الحريري جاء خلال استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وهم سفير الكويت عبد العال القناعي، سفير الإمارات حمد سعيد الشامسي، السفير القطري علي بن حمد المري، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، والقائم بأعمال سلطنة عمان خالد بن علي حردان. الحريري قال إن اللبنانيين أجمعوا على الترحيب بخطاب القسم للرئيس عون بكل مندرجاته بما فيها تلك المتعلقة منها بعلاقات لبنان العربية القائمة على أساس احترام ميثاق الجامعة العربية وبخاصة مادته الثامنة القائلة بعدم تدخل الدول الأعضاء بشؤون بعضها بعضا. وأضاف إن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل المدى الحيوي الاقتصادي للبنان لما توفره من فرص عمل للبنانيين وأسواق لصادراتهم ومصادر للاستثمارات المباشرة في لبنان وروافد أساسية للسياحة فيه، إضافة إلى كون الحكومات الخليجية وصناديقها التنموية المصدر الأول تاريخيا للمساعدات والتمويلات الميسرة لمشاريع إعادة الأعمار والتنمية في لبنان. وقال الرئيس الحريري إن جميع اللبنانيين يعرفون هذه الحقيقة ويشعرون بالفخر والامتنان لوقوف إخوتهم الخليجيين إلى جانبهم ويعتمدون على استمرار هذه العلاقة الأخوية الصادقة في وقت يعود الأمل باكتمال نصاب المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة تبدأ بمعالجة الأزمات الملحة التي يعاني منها لبنان. وختم الرئيس الحريري إن لبنان الذي يتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولي عموما على مواجهة أعباء النزوح السوري وإعادة إطلاق عجلة التنمية في اقتصاده يعلم أن المحرك الأول لهذه المساعدات كان وسيبقى مجلس التعاون الخليجي ودوله وحكوماته وقياداته، ورهاني شخصيا هو أن سحب الصيف التي عبرت سابقا قد ولت إلى غير رجعة في العلاقات الأخوية بيننا والقائمة على الاحترام الكامل لسيادة دولنا ومصالحها ومصالح مواطنيها أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد الاجتماع تحدث السفير القناعي.
تشرفت وزملائي سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد سعد الحريري، حيث نقلنا له تهانينا وتمنياتنا لدولته بالتوفيق في تأليف الحكومة، وأكدنا وقوف دولنا قاطبة إلى جانب لبنان الشقيق وفي كل ما يؤدي إلى ازدهار وتقدمه وأمنه واستقراره. وأضاف السفير الكويتي: نوجه رسالة تهنئة ودعم وتأييد إلى الرئيس ميشيل عون وإلى الرئيس المكلف سعد الحريري، متمنين بأن يتمكن في أقرب وقت من تشكيل حكومته والسير بهذا البلد إلى ما يتمناه كل مواطن لبناني شريف، وهو الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي. وفي قصر بعبدة زيارات تهنئة للرئيس ميشيل عون ورسالة من رئيس النظام السوري بشار الأسد نقلها إليه وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام. تلقى رئيس الجمهورية ميشيل عون رسالة تهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية من رئيس النظام السوري بشار الأسد، نقلها إليه وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام الذي استقبله في قصر بعبدة في حضور سفير النظام عبد الكريم علي. وردا على سؤال عن فتح صفحة جديدة، قال الوزير السوري إنه لم تكن هناك صفحة قديمة كي تكون هنالك صفحة جديدة، بل هي صفحة مستمرة في علاقات متواصلة ومتوازنة، والعنوان الرئيسي لها هو المصلحة المشتركة للبلدين والأمن والاستقرار. كما التقى الرئيس عون الرئيس ميشيل سليمان الذي جدد له التهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية، وأجرى الرئيسان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة. تمنينا التوفيق لرئيس الجمهورية بالمهام اللي بده يقوم فيها، وخاصة أنه إنجاز المهام الأساسية تتطلب التعاون، والدستور بيقول النظام قائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. إذا ما في تعاون بين السلطات الدستورية ما في شيء بيقطع، لذلك حطيته بجو الملفات الأساسية اللي موجودة. طبعا هو بخطابه بلش بإعلان بعبدة، تمنيت أنه يكفي بتنفيذ هذا الإعلان، لأنه هو شخصيا العماد كان له دور كتير كبير فيه بالحوار، وكان له دور بوضع الاستراتيجية الدفاعية، لأنه أول واحد عطى استراتيجية جدية للدفاع عن لبنان كان هو فخامة الرئيس لما كنا بالحوار. ومن زوار قصر بعبد الوزير السابق مروان شربل الذي هنأه بانتخابه وعرض معه الأوضاع العامة، ورئيس الطائفة الإنجيلية القس سليم صهيون على رأس وفد من الطائفة. كما استقبل رئيس الجمهورية الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر خوري الذي أطلعه على عمل المجلس. في المواقف، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنه في ضوء الاستشارات التي حصلت في اليومين الماضيين يبدو أن فرص الإسراع في تشكيل الحكومة متاحة، داعيا الأطراف إلى الصدق في النوايا وعدم المبالغة في المطالب حتى يسهل التأليف. ورأى رعد أن المهمة الأساسية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة الجديدة هي التحضير لقانون انتخابي جديد عادل ومنصف، وكذلك تعزيز الاستقرار الأمني سواء عبر التعاطي الإيجابي مع المقاومة ومهامها في مواجهة التكفيريين والمخاطر الإسرائيلية أو في دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية. في تغريدة له عبر تويتر، رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ما ورد على لسان الرئيس نبيه بري في الصحف بشأن مطالب القوات في الحكومة المنوي تشكيلها، فقال صديقي الرئيس نبيه بري: أثمن عاليا اهتمامك الدائم بنا في هذه الأيام وعدم إغفالك لنا بمناسبة أو بدون مناسبة، ولكن من الحب ما قتل. وفي وقت لاحق قال جعجع: إن أقصى اهتمامي في الوقت الحاضر هو نجاح العهد الجديد، وسأعمل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك. وجاء موقف جعجع في تغريدة عبر تويتر أعقبت لقاءه في معراب النائب إبراهيم كنعان موفدا من الرئيس ميشيل عون، وقد جرى التباحث في المساعي الجارية لتأليف الحكومة الجديدة. وتتابعون بعد الفاصل من جديد: غارات سامة على ريف حلب. بدأت قوات البشمركة الكردية اقتحام بلدة بعشيقة شرق الموصل في إطار عمليات استعادتها من قبضة تنظيم داعش التي انطلقت منذ أسابيع قليلة. ومنظمة العفو الدولية تتهمها بارتكاب انتهاكات ضد السكان العرب في كركوك.
بعد حصار لأسبوعين وتحت غطاء من القصف المدفعي العنيف، اقتحمت قوات البشمركة بعشيقة وبعض القرى التابعة لها، حيث تدور اشتباكات عنيفة وسط الناحية. مصادر في البشمركة أكدت أن داعش فخخ الطرقات وأعمدة الكهرباء، لافتة إلى أن التقدم مستمر للقوات المقتحمة. وقالت إن عملية الاقتحام تمت من 4 محاور وحققت نجاحات سريعة مع تسجيل انهيار شبه تام لعناصر التنظيم الإرهابي. من جهتها سيطرت قوات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات النخبة التابعة لوزارة الداخلية بالكامل على حمام العليل آخر بلدة قبل الموصل من جهة الجنوب. وفي الأحياء الشرقية في الموصل التي دخلتها القوات الخاصة العراقية الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إن المتشددين اختفوا وسط المدنيين ونصبوا الكمائن للقوات، فيما وصفه المتحدث باسم القوات الخاصة بأنها أعنف حرب مدن في العالم. من جهتها أعلنت قيادة عمليات نينوى أن قوات مكافحة الإرهاب قتلت في حي الزهراء في الموصل قياديا في تنظيم داعش يدعى فارس أبو بكر، والذي كان يشغل منصب أمير الديوان المالي في التنظيم. بالتزامن اتهمت منظمة العفو الدولية أمنيستي في تقرير لها قوات البشمركة بالقيام بأعمال تدمير لمنازل مئات العرب في مدينة كركوك، فيما يبدو أنها عمليات انتقامية ردا على هجوم شنه تنظيم الدولة في الآونة الأخيرة. ووثقت منظمة العفو الدولية للمرة الثانية هذا العام الانتهاكات الصارخة التي أقدمت عليها قوات البشمركة والأسايش الكردية بحق أهل كركوك من العرب، والتي ترقى بحسب المنظمة إلى جرائم الحرب. وفي إطار الانتهاكات أيضا، كشف مصدر أمني في محافظة نينوى أن ميليشيات الحشد الشعبي نهبت ممتلكات سكان ناحية الشورى جنوب الموصل. إنسانيا يتواصل نزوح آلاف المدنيين من ناحية حمام العليل بعد يوم من إعلان القوات الحكومية استعادة السيطرة عليها. وأوضح مصدر أمني أن الآلاف نزحوا من ناحية حمام العليل باتجاه قرى جنوب الموصل، في وقت تواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط للقرى والمناطق المحيطة بها. واصلت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها العسكرية من أجل السيطرة على مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش، رغم بوادر أزمة بين تركيا وواشنطن على خلفية عدم التنسيق بين الطرفين. وبالتزامن استهدف النظام السوري بالغازات السامة ريف حلب، فيما أعلنت روسيا أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حلب إلا إذا شنت المعارضة هجوما جديدا في المدينة. لم تمضي ساعات على إعلان قوات سوريا الديمقراطية بدء عملية السيطرة على مدينة الرقة معقل تنظيم داعش، حتى أغارت قوات التحالف الدولية على مواقع بالقرب من قرية ليشة في الريف الشمالي للمدينة، ودارت اشتباكات جنوب مدينة عين عيسى بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الذي أعلن مقتل العشرات بتفجير سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي. معركة الرقة التي أطلق عليها عملية غضب الفرات تسببت ببوادر خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا، التي أعلنت أنها أبلغت رئيس الأركان الأمريكي أن طرد الميليشيات الكردية من منبج هي أولوية تركية. وفي الشمال السوري أيضا، شنت طائرات النظام وروسيا غارات جوية مكثفة على مدن وبلدات في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى سقوط ضحايا. وأفاد ناشطون بأن القصف بالصواريخ المظلية تركز على دارة عزة وأورم الكبرى وبشانترة، فيما أصيب أكثر من 30 بحالات اختناق في خان العسل نتيجة القصف بغاز الكلور. القصف تزامن مع إعلان الكرملين أن روسيا ستلتزم بوقف إطلاق النار في حلب إلا إذا شنت المعارضة هجوما جديدا في المدينة. في المقابل تصدى مقاتلو المعارضة لمحاولة تقدم لقوات النظام على تلة موتة ومشروع 1070 شقة في حلب، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف مقاتلي النظام. وإلى الوسط السوري، استهدفت قوات النظام مجددا الأحياء السكنية في حي الوعر المحاصر غرب حمص، وطول القصف منطقة الأبراج جنوب الحي. ريف دمشق تعرض بدوره لقصف بالمدفعية الثقيلة تركز على مدينة حرستا وسقط خلاله عشرات القتلى والجرحى. وعلى الساحل دارت مواجهات بين كتائب الأسد والجيش الحر، الذي استهدف بصاروخ موجه موقعا لقوات النظام على تلة الحدادي في جبل الأكراد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الشبيحة. غادر الموفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد صنعاء بعدما فشل في تسويق خريطته للسلام في ظل معارضة الحوثيين لها، رغم ترحيب صالح وتجديد الرئيس هادي رفضها. We'll be right back.
لم تكفي 3 أيام من اللقاءات لتسويق خارطة الطريق للسلام في اليمن، فغادر الموفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد صنعاء بعدما واجه تصلبا حوثيا ومرونة واضحة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح. الخلاف بين شريكي الانقلاب الذي عرقل مهمة ولد الشيخ قد يتجاوز أزمتي التشكيل الحكومي الذي أراده الحوثي سريعا فيما تريث في أمره صالح، أو بالخلاف الكبير في شأن تعيين زعيم التمرد الحوثي شقيقه عبد الخالق قائدا جديدا للحرس الجمهوري في مقابل سعي صالح لتعيين ابن شقيقه يحيى صالح في المنصب. في الحالين لم تحدث خارطة ولد الشيخ أي خرق في جدار الأزمة اليمنية، إنما تركت نافذة ولج من خلاله وفد الحوثي الذي انتقل إلى العاصمة العمانية مسقط من دون أن تعرف دوافع الزيارة وتفاصيلها. في المقابل وفيما أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفضه لخارطة الطريق الأممية للحل في اليمن، جدد تحذيره من مطامع إيران وأهدافها لزعزعة أمن المنطقة والملاحة الدولية عبر التحكم من خلال أدواتها بمضيقي هرمز وباب المندب. ميدانيا اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي للتحالف العربي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح على مدينة مأرب وأسقط في منطقة خالية من دون أن يوقع ضحايا. كما جددت مقاتلات التحالف قصفها على مواقع الميليشيات في صعدة، حيث شنت 7 غارات على معسكر غلفقان في بني معاذ بمديرية صحار، فيما قتل وجرح العشرات من الانقلابيين في أحد المواقع بمديرية عسيلان في محافظة شبوة في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة. وعلى صعيد متصل اتهم التحالف العربي الحوثيين بمنع 34 سفينة إغاثية من دخول ميناءي الحديدة والصليف. أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة حكما بسجن الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة لمدة 12 عاما بعد إدانته بمحاولتي قتل عام 2015. وبحسب المحكمة فإن مناصرة أدين بتهمتي تنفيذ محاولتي قتل إثر محاولة طعن في مستوطنة بسغات زئيف شمال القدس. وحظيت قصة ناصرة باهتمام واسع بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه الصغير وهو يتخبط بدمائه بينما كان يحيط به جنود ومستوطنون إسرائيليون يكيلون له الشتائم في تشرين الثاني عام 2015. تمكنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من إطلاق سراح 14 مدنيا من منطقة سكنية في مدينة سرت يتحصن بها بعض مسلحي داعش. وذكر المكتب الإعلامي للعملية التي تشارك فيها خصوصا كتائب مصراتة أن المدنيين الذين غادروا المنطقة هم ليبيون وغالبيتهم نساء وأطفال. وتحاصر القوات الليبية ما تبقى من مقاتلي التنظيم بسرت في بعض أجزاء حي الجيزة البحرية. نفى وزير البترول المصري طارق الملا الأنباء عن زيارته طهران مؤكدا أنه لن يذهب إلى إيران لإبرام صفقات في قطاع الطاقة. وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة البترول أن الوزير توجه إلى أبوظبي لحضور المؤتمر الدولي للطاقة والذي يعقد على مدار يومين لمناقشة كل الملفات المتعلقة بالطاقة والأسعار والتكنولوجيا الحديثة لتخفيض تكلفة الإنتاج، ولم يتوجه لطهران. إلا أن مسؤولا إيرانيا أكد في تصريح لوكالة مهر أن وزير النفط المصري التقى اليوم نظيره الإيراني في لقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصناعات النفطية والطاقة والنفط الخام ومنتجاته. ألقى العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا في العاصمة السنغالية داكار بمناسبة الذكرى 41 لتنظيم المسيرة الخضراء، مؤكدا أن المغرب عائد إلى مكانه الطبيعي داخل الاتحاد الإفريقي ولا يطلب الإذن من أحد. ورأى أن العودة للاتحاد الإفريقي إلى أسرته المؤسساتية الإفريقية لن تغير شيئا في مواقفه الثابتة من مغربية الصحراء. كما أعلن العاهل المغربي أن السياسة الإفريقية للمغرب لن تقتصر فقط على إفريقيا الغربية والوسطى، وإنما سنحرص على أن يكون لها بعد قاري وأن تشمل كل مناطق إفريقيا مع انخراط أكبر في مكافحة الإرهاب وقضايا الهجرة وتغيير المناخ. قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يكثف المرشح الجمهوري دونالد ترامب جولاته سعيا لتقليص الفارق المتأرجح في الاستطلاعات عن تأخره أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. هي
ساعات قليلة قبيل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقد حظيت خلالها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بشحنة دعم بعدما أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي أن التحقيق في قضية البريد الإلكتروني الخاص بها لن يسفر عن توجيه أي تهمة جنائية. ويأمل المعسكر الديمقراطي في أن تدفع نتائج مكتب التحقيقات الاتحادي بكلينتون إلى خط النهاية لحسم الغموض بعد هجمات الجمهوريين على شخصيتها في الأيام العشر الأخيرة. السباق الشرس إلى البيت الأبيض يعني للمرشح الجمهوري دونالد ترامب حتمية رفع سقف التجوال في الولايات الرئيسة المؤثرة في نتائج الانتخابات المقررة الثلاثاء، والتي تشير أحدث نتائج استطلاعات الرأي إلى تقارب المرشحين مع أرجحية بسيطة لكلينتون. وللغاية يزور ترامب ولايات فلوريدا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وهيوهامشاير ليختتم يومه بتجمع حاشد في وقت متأخر من الليل في جراند رابيدز بميتشيغان. بينما تزور كلينتون مكانين في بنسلفانيا ومحطة في ميتشيغان، ثم تشارك في تجمع حاشد مساء في قاعة الاستقلال في فيلادلفيا مع الرئيس باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل، قبل أن تختتم يومها بتجمع حاشد في رالي بنورث كارولينا. واستعدادا للحدث، استنفرت السلطات الأمريكية محترفي الأمن الإلكتروني استعدادا لتعقب ومنع أي شخص يحاول تنفيذ هجمة إلكترونية، فيما انطلقت الانتخابات المبكرة بحماسة واضحة كما في نيفادا، حيث تعددت صفوف المقترعين أمام مراكز الانتخاب وسط لاس فيغاس. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. اتحاد النقل البري مستمر في تحركه حتى تحقيق المطل. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الحريري أمام سفراء دول الخليج، سحابة الصيف بيننا ولت إلى غير رجعة. ضريف في بيروت عصرا وموفد للنظام السوري في بعبدة. وقوات البشمرجة تقتحم بعشيقة من أربعة محاور. جدد اتحاد النقل البري التأكيد على أن قطاع النقل مستمر في الاعتصام حتى إعادة صفقة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة. مع بدء عملية الإعفاء من غرامات رسوم السير والميكانيك، جدد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس بعد لقائه على رأس وفد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر مطالبته إلغاء صفقة المعاينة وإعادتها إلى كنف الدولة، لا سيما أن الشركات الخاصة المخولة بإجراء المعاينة الميكانيكية انتهت مهمتها. مستمرين باعتصامنا أمام مراكز معاينة ميكانيكية، ونحمل الدولة اللبنانية كل الدولة اللبنانية بأي غرامة تفرض على أي مواطن بعنوان أنه والله أنت مأخر برسم الميكانيك أو مأخر بالمعاينة الميكانيكية. لا تراجع عن مطالبنا، لا تراجع عن الاعتصام وإقفال مراكز معاينة الميكانيكية ما لم تقرر الحكومة أو الدولة اللبنانية أنه هذا القطاع ملكة وروحوا يشغلوا ويعطوه لمن بدون. وخلال اعتصامهم المفتوح أمام مركز المعاينة في منطقة الزهراني، طالب السائقون العموميون هيئة إدارة السير بالبدء في عملية استيفاء الرسوم لمصلحة تشغيل السيارات. المطلب الأساسي الآن على هيئة إدارة السير أن تستقبل وتستوفي رسوم السير والميكانيك، لأنه بدأت عملية الإعفاء من غرامات رسوم السير والميكانيك. ليش التأخر؟ التأخر عشان يضغطوا نحو إعادة المعاينة الميكانيكية، عشان يرجع مشروع التشبيح والذل للمواطنين. وحذر سائقون العموميون من اللجوء إلى تحريض المواطنين على نقابات النقل. وزير الزراعة أكرم الشهيب يعلن عن يوم النبيذ اللبناني في نيويورك. بعد الإعلان عن يوم النبيذ اللبناني في باريس عام 2013 وفي برلين عام 2014، يأتي اليوم إعلان وزارة الزراعة عنه في نيويورك، خصوصا وأن هذا القطاع يشكل منتجا منافسا للمنتجات الأجنبية في بلدانها. الوزير أكرم الشهيب أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية الوزارة لتحسين وتطوير وتسويق منتجات لبنان، خصوصا مع وجود 41 مصنعا للنبيذ اللبناني تنتج ما بين 8 و9 ملايين زجاجة نبيذ سنويا يصدر منها إلى الخارج، ما نسبته 45%. اليوم منلتقي للإعلان عن يوم النبيذ اللبناني بنيويورك. هذا القطاع يوفر الفرصة لفتح أسواق جديدة اليوم أمام الانتاج اللبناني، وبالتالي تطوير صناعة مهمة
وزراعة واعدة سهلا وجبلا، أي زراعة الكرم. ولفت الشهيب إلى أنه بعد نيويورك سيتم الإعلان عن يوم النبيذ اللبناني في موسكو ومستقبلا في أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا. بعد الفاصل في الاقتصاد، طرابلس تعلن جهوزيتها للاستثمار ولعب دور وطني عالمي. والآن الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. دعا رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في غرفة طرابلس والشمال بحضور أعضاء الغرفة ورجال أعمال، إلى الاستثمار في الشمال عارضا لمقوماتها ومباركا للعهد الجديد. دعا رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي أركان السلطة إلى التوجه إلى طرابلس والشمال والاستثمار فيها، مباركا خلال مؤتمر صحفي للعهد الجديد، ومؤكدا أن طرابلس على استعداد تام لتلعب الدور الوطني والعربي والعالمي انطلاقا من مقوماتها الاقتصادية والإنمائية والسياحية. للسياحة الدينية بمنطقة طرابلس والشمال شرف يا حكم وشرف يا دولة، لحتى نعمل استثمارات بهالمنطقة من لبنان، يلي بتشكل هالاستثمارات بتشكل جذب لاستثمارات القطاع الخاص، وبالتالي بتخلق فرص عمل، وبالتالي بتعالج المشاكل الموجودة أو نقاط الضعف الموجودة، وبتشكل هون بهالحالة منطقة طرابلس والشمال بتشكل رافعة للاقتصاد الوطني وبتشكل شريك قوي. وعرض دبوسي للمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها منطقة الشمال. أصبح لبنان بحاجة لثروات طرابلس والشمال، أصبح بحاجة لمرفأ طرابلس، أصبح بحاجة لمعرض المعرض الدولي، معرض رشيد كرامي في طرابلس، أصبح بحاجة لمطار الرئيس ريني معوض، أصبح بحاجة لمصفاة طرابلس. وتطرق دبوسي إلى دور طرابلس معبرا عن إيمانه بأن طرابلس مصدر إنتاج وليس مصدر استنزاف للبنان. تسعى إيران وبعد رفع العقوبات الاقتصادية، وإن كان الرفع جزئيا، إلى فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في حقول النفط وإنشاء عقود وصفقات تجارية مع العديد من الدول وفتح روابط جديدة بينها وبين العالم. وعلى الرغم من التخوفات بهذا الشأن نتيجة للأجواء الإيرانية السياسية المشحونة بالتوترات بالإضافة إلى مشكلة نقص المعلومات وغيرها، إلا أنها تحاول أن تظهر بصورة أخرى من أجل جذب الأنظار إليها. وفي هذا الصدد قال وزير التجارة البريطاني إن التبادل التجاري يزداد بين بريطانيا وإيران، وإن الحكومة تعمل على تبديد مخاوف القطاع المصرفي التي تعرقل اتساع نطاق التجارة بين البلدين. وعلى الرغم من إزالة القيود المصرفية الدولية على إيران في كانون الثاني، لم تنجح طهران في إقامة روابط سوى مع عدد محدود من البنوك الصغيرة، حيث ما زالت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها سارية، في حين ما زالت المؤسسات الأجنبية الكبيرة تخشى من تكبدها غرامات محتملة. قال وزير البترول المصري إن أرامكو أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية لحين إشعار آخر، وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي لمصر. وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت السولر، و200 ألف طن من البنزين، و200 ألف طن من زيت الوقود بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما. إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% مدفوعة ببيان من المنتجين في أوبك أكدوا فيه التزام المنظمة بالاتفاق المبرم في سبتمبر أيلول على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وسجل خام القياس العالمي مزيج برانت 46 دولار 12 للبرميل بارتفاع 54 سنت أو 1.18% عن الإغلاق السابق. وقال الأمين العام لأوبك أن المنظمة ملتزمة بالاتفاق المبرم في الجزائر لخفض الإنتاج، ورغم ذلك يشكك محللون كثيرون في قدرة أوبك على تنسيق خفض الإنتاج. وذكر بنك باركليز أن الاتفاق بين المنتجين على كيفية خفض الإنتاج شبه منعدم. ويأتي التعافي يوم الاثنين إثر خسائر حادة في الأسبوع الماضي، إذ نزل برنت يوم الجمعة إلى 45 دولار وهو أقل مستوى منذ 11 من آب.
ومن عالم النفط إلى عالم المصارف العالمية، حيث انخفضت أرباح بنك HSBC البريطاني بنسبة تقترب من 50% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، متأثرة بالخسائر التي تكبدها البنك أثناء عملية بيع أنشطته في البرازيل. ووصلت أرباح HSBC ما قبل خصم الضرائب والفوائد في الفترة من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر أيلول إلى 10 مليار دولار، منخفضة من 19 مليار قبل عام، شملت 500 مليون دولار تم دفعها كتعويضات لصالح عملاء البنك في المملكة المتحدة على خلفية تورط البنك البريطاني في عمليات تلاعب أسواق صرف العملات. وأشار البنك الذي يعمل في 71 دولة حول العالم إلى أن الخسارة التي تكبدها أثناء عملية بيعه لأنشطته في البرازيل والبالغة 1.7 مليار دولار تسببت في تراجع أرباح البنك خلال الربع الثالث بنسبة 86% إلى 843 مليون دولار من 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأتت أرباح بنك HSBC خلال الربع الثالث أقل بكثير من توقعات المحللين والذين أشارت تقديراتهم إلى بلوغ أرباح ما قبل الفوائد والضرائب 2.5 مليار دولار تقريبا. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد الفاصل في الرياضة، رونالدو باق مع ريال حتى عام 2021. وهلأ صفحة رياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. أعاد برشلونة فارق نقطتين مع المتصدر ريال مدريد بفوزه الثمين والصعب امبارح على مضيفه إشبيليا بنتيجة 2-1 بقمة المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأعرب لويس إنريكي المدير الفني للفريق الكتالوني عن سعادته الكبيرة بهالنتيجة، مؤكدا بأنه هالانتفاضة عم بتزيد من قوتهم لأنه نتمكنوا من العودة والفوز على ملعب صعب للغاية وأمام منافس لم يسبق له الخسارة على ملعبه بالليغا. كما أكد إنريكي أنه هدف التعادل يلي أحرزه ليونيل ميسي بآخر دقيقة من الشوط الأول أعادهم إلى اللقاء بشكل واضح وجعل مهمتهم أسهل. بدي أذكر أنه بهالفوز رفع البارسا رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثاني وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر. بدوره أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز بثلاثية نظيفة على ليغانيس ضمن منافسات أيضا الجولة 11 من الليغا. زيدان قال المنافسة هالموسم صعبة وبرأيي لن يصل أي فريق للمئة نقطة، وتابع شوط المباراة الأول كان صعب وتغيرت الأمور قليلا بالشوط الثاني، ما يهمني هو مستوى الفريق ولا أركز على الفرديات. وأضاف زيدان سعيد بعودة مودريتش وقريبا سيعود راموس وبيبي وأتمنى أن لا يتعرض أي لاعب للإصابة في فترة المباريات الدولية. وعن كريستيانو رونالدو قال سعيد بتجديد عقده، إنه ظاهرة ويجب أن ينهي مسيرته في ريال مدريد كما فعلت أنا سابقا. بالإطار نفسه أعلن نادي ريال مدريد أنه مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو رح يمدد عقده معه إذا حتى عام 2021. وإجا ببيان لنادي الملكي على موقعه الإلكتروني أنه اليوم رح يقام حفل تمديد عقد رونالدو مع ريال مدريد حتى 30 حزيران 2021. وأوضح البيان أنه رئيس النادي فلورنتينو بيريز رح يحضر حفل تمديد العقد مع رونالدو طبعا بستاد سانتياغو برنابيو. وكان ريال أعلن أيضا تمديد عقد نجمه الويلزي غاريث بيل حتى عام 2022. إلى فرنسا، وضمن فعاليات الجولة 12 من الليغ آن نجح فريق باريس سان جيرمان على أرضه وبين جماهيره من تحقيق فوز مهم على ران بنتيجة 4-0 ليستمر بسكة الانتصارات يلي بتعيد له هيبته ويقلص الفارق مع المتصدر نيس إلى 3 نقاط ويعادل فريق موناكو بالمركز الثاني مع 26 نقطة. أثنى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على لاعبيه بعد الفوز على سوانزي سيتي بنتيجة 3-1 بمباراة عودة زلاتان إبراهيموفيتش للتسجيل بعد صيام دام 6 مباريات. مورينيو قال لقد كنا مثيرين للإعجاب في طريقة لعبنا وسيطرتنا على المباراة وكنا نحاول إيذاء الخصم عندما نستطيع. وختم بالقول نحن بحاجة إلى هذه النقاط الثلاث بعد ما خسرنا نقطتين بملعبنا أمام بيرنلي والفوز كان أفضل طريقة ننهي فيها قبل الفترة الدولية.
قال العداء الجامايكي أوسين بولت أسرع رياضي بالعالم وصاحب الذهبيات الأولمبية التسعة أنه موهبته الكروية هي خليط بين موهبتي أفضل لاعبين بالعالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال بولت لمجلة فيفا الأرجنتينية: ما زلت أحلم باللعب لفريق مانشستر يونايتد، وإذا اتصل بي مسؤولو الشياطين الحمر سأستقل أول طائرة للانضمام إليهم. وأشار بولت إلى أنه بيتمنى أنه يحظى بفرصة من البرتغالي مورينيو مدرب الشياطين الحمر لا اختباره. وبسؤال طرح عليه إذا بفضل أنه يكون بمستوى ميسي أم رونالدو، قال بولت: سأكون خليط بين اللاعبين، وربما أكون أفضل منهما لو جمعت المهارة مع السرعة. إلى أخبار التنس، حيث وصل البريطاني أندي موري نتائجه الرائعة هالموسم وتوج بطل لدورة باريس الدولية آخر دورات الألف نقطة للماسترز. وتغلب أندي موري بالمباراة النهائية على الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-3 6-7 و6-4. بدي أذكر أنه هاللقب هو الثامن لموري هالموسم والرابع على التوالي بعد دورات بكين شانغهاي وفيينا، ورقم 43 بمسيرته الاحترافية. كما ايضا بحب اشير الى انه موري انتزع اليوم المركز الاول بالتصنيف العالمي للاعبين المحترفين للتنس اكيد بالعالم من الصربي نوفاك جوكوفيتش. ختام نشرتنا الرياضيه، شكرا للمتابعه والى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين: نقلنا له تهانينا وتمنياتنا لدولته بالتوفيق في تأليف الحكومة. الحريري أمام سفراء دول الخليج، انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة فرصة لإعادة الحرارة إلى علاقات لبنان بأشقائه. ظريف في بيروت عصرا، هو موفد للنظام السوري يهنئ عون في بعبدة. قوة البشمرجة تقتحم بعشيقة من 4 محاور، وأمنستي تتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد العرب في كركوك. وفي الاقتصاد، أوبك تؤكد على خطة خفض الإنتاج. وفي الرياضة، ميراي يحصد لقبه الثامن هذا الموسم ويتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في التنس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.